المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي، أهلا ومرحبا بك معنا سيد آدم. بداية، في ظل هذه الاستهدافات المتتالية للقواعد الأمريكية، وآخرها كان نتج عنه عدد من القتلى في الجيش الأمريكي وإصابات بالعشرات، ما المتوقع اليوم أن يكون الرد من الجانب الأمريكي في ظل، إذا ما صح التعبير، تحفظ على توسعة ساحة الصراع والتصعيد في المنطقة؟ هذا سؤال وجيه للغاية. أعتقد أن الجيش الأمريكي قد أعد سلسلة من الخيارات مطروحة أمام الرئيس، وأصفها بأنها ردود صغيرة متوسطة وواسعة النطاق، ويعود الأمر للرئيس الأمريكي لاختيار المزيج من الخيارات. وأنت محقة، فأنا أعتقد أن الرد سوف يهدف إلى معاقبة أولئك المسؤولين عن هذه الهجمات، وتوجيه رسالة بأن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب إلى أبعد من ذلك، على أمل أن هذا يردع إيران ووكلاءها من تنفيذ المزيد من الهجمات. نعم لكن نعم تفضل. الأمريكيون هو ما مدى صرامتنا في الرد وما علينا القيام به لوقف هذه الهجمات دون أن نتسبب بنشوب حرب جديدة. سيد آدم، دائما ما تقول الولايات المتحدة بأنها ستقوم بالرد على هذه الفصائل ومنعها من القيام بهكذا استهدافات مستقبلية، سواء بهذه الاستهدافات أو حتى نحن نتحدث أيضا عن ميليشيات الحوثي والاستهدافات في البحر الأحمر، وهي تقول في الوقت ذاته بأن إيران هي من تقف وراء كل ذلك، إيران من تدعم كل هذه الميليشيات. لماذا لا نرى جدية أو حزم، إذا صح التعبير، أكثر في التعامل مع الجانب الإيراني وبشكل مباشر بدلا من استهداف هذه الفصائل بهذه الطريقة؟ هذا سؤال المليون دولار. طبعا وأنت محقة، فالولايات المتحدة الأمريكية هاجمت كتاب حزب الله في العراق بسبب الهجمات التي نفذها التنظيم، وهذا كذلك نفذ في اليمن ضد الحوثيين، وعلى الرغم من الضربات الأمريكية استمرت الهجمات. وبالتالي أعتقد أنه معقول أن نطرح السؤال، هل استراتيجية مهاجمة وكلاء إيران تنجح؟ وإلا فقد حان الوقت من أجل زيادة الضرر الذي يمكن أن يلحق بالخصم ومهاجمة إيران. والكثيرون بمن فيهم أنا يرون بأن إيران سعيدة أن تترك غيرها يموتون من أجل إيران، وماذا لو بدأ الإيرانيون يواجهون الموت؟ ما هو موقف إيران؟ وأعتقد هذا هو السؤال الذي ينبغي علينا أن نجيب عليه. يجب أن نبدأ بقتل الإيرانيين حتى تتوقف هذه الهجمات. نعم سيد آدم، إذا ما انتقلنا إلى أيضا جانب آخر في هذه الاستهدافات، موضوع أن تصل هذه المسيرات إلى القاعدة، كيف نفهمها من الناحية الاستخباراتية والقدرات العسكرية في هذه القواعد؟ هل هو نوع ربما من الضعف في هذا الجانب، أو له تحليل آخر ربما؟ نعم، أعتقد أن هناك قاعدة أمريكية على مقربة من القاعدة الأردنية،
وأعتقد هذه القاعدة تتوفر على تدابير دفاعية الهدف منها الحماية ضد المسيرات. لكن المشكلة في الأردن فهو أن الأردن بلد ذو سيادة، هذا هجوم عابر للحدود ضد دولة ذات سيادة، وأعتقد أننا لم نكن نعتقد أننا بحاجة لهذه الوسائل الدفاعية على الأراضي الأردنية. ومن الواضح هذا التصعيد، حيث أن ليست الميليشيات العراقية تهاجم الأمريكيين في العراق، وإنما هي قوات سورية وميليشيات سورية تهاجم الأمريكيين داخل الأردن، وهذا طبعا هذه لعبة مختلفة كل الاختلاف. فقط أشير سيد آدم بأنه بتصريحات أردنية رسمية تقول بأن الاستهداف لم يقع داخل الأراضي الأردنية وإنما وقع داخل الأراضي السورية. ومن خلال هذا التصريح، هل تختلف تداعيات هذا الاستهداف؟ هل تختلف ردة الفعل التي ستؤخذ من جرائه؟ لاحظي أن 3 جنود أمريكيين قد قتلوا، سقتلوا في الأردن أو سوريا، هذا أمر لا يهم صراحة فيما يتعلق بالرد الأمريكي. ما أفهمه هو بناء على التقارير الصحفية هو أن الأمريكيين، الجنود الأمريكيين كانوا داخل قاعدة في الأردن يتعاونون مع الجيش الأردني، ومن الواضح أن ثمة فرق دبلوماسي بين السوريين الذين يهاجمون الأمريكيين في سوريا أو يهاجمونهم في الأردن، ولكن فيما يتعلق بالرد الأمريكي لن يكون هناك أي فرق. هل من الممكن أن تنعكس هذه الاستهدافات المتتالية وآخرها الذي نتج عنه إصابة العناصر في الجيش الأمريكي وسقوطهم في هذه الضربات، هل من الممكن أن يؤثر على شيء بما يخص تعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة؟ هذا أمر وارد، ولكن الكثير من ذلك يتوقف على تطور الأمور لاحقا. دعينا ربما نفكر بالأمر قليلا. فالولايات المتحدة من الواضح أنها غير مرتاحة حيال مستوى أعمال العنف في غزة، ومن الواضح أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التصعيد في الصراع كما حدث مع حزب الله في الشمال وكذلك مع الحوثيين في البحر الأحمر. ثم لدينا هذا الهجوم، ما سيتبعه هذا سيزيد من صب المزيد من الزيت على نار هي تشتعل منذ فترة. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية سوف تسعى أولا للرد ضد القوات التي هاجمت الأمريكيين، وثانيا سوف يتم مضاعفة الجهود من أجل تهدئة الأمور وتهدئة الأوضاع قدر المستطاع، وسنصب التركيز بالأساس على وقف إطلاق النار وكذلك تبادل الأسرى وخفض التصعيد حتى يتسنى بذل الجهود للانتقال إلى حل طويل الأمد. تفضل بالبقاء معنا أنت وضيوفنا، وأيضا ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور سمير. ربما تابعت معنا هذا الاستهداف وردود الفعل عليه من الجانب الأمريكي، وكان هناك ربما بعض الاختلاف والتباين بأنه داخل الأراضي السورية أو داخل الأراضي الأردنية. سؤالي لك، هل يختلف سواء كان في الأراضي الأردنية أو السورية طبيعة ردة الفعل أو تأثيره على مسار الأوضاع في المنطقة؟ هذا أولا. والسؤال الثاني، ما إذا كان هذا التصعيد سيذهب إلى مضاعفة الجهود للتهدئة أم أنه فعلا سيكون بداية للتصعيد في المنطقة بشكل عام؟ يعني دعيني أولا أقول أن السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط
وتجاه إيران تحديدا وأدواتها في المنطقة مسؤولة إلى حد بعيد عن تصعيد إيران للعمليات التي توجه ضد الوجود الأمريكي في المنطقة. السياسة الأمريكية بدأت بسياسة الاحتواء وسكتت طويلا على عمليات ربما أقل في الحدة من العمليات التي جرت اليوم ونتج عنها مقتل 3 أمريكيين، لكنها تغاضت لفترة طويلة عن عمليات استفزازية وصلت ذروتها في العمليات الحوثيين لتعطيل الملاحة في البحر الأحمر. الولايات المتحدة اكتفت بإرسال رسائل إلى إيران، يبدو أن رسائل هذه لم تكن كافية لردع إيران للجم أدواتها في المنطقة. بالعكس، إيران رأت أن هناك فرصة لتصعيد العمليات عن طريق أدواتها في المنطقة. إيران لها 3 مطالب لا علاقة لها بالحرب في الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة. 3 مطالب: أولها الإفراج عن مليارات الدولارات التي كانت محتجزة بحكم الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، والتي نقل بالفعل جزء منها من 6 إلى 9 مليارات إلى البنوك القطرية، لكنها معلقة نقل قرارها إلى إيران بقرار أمريكي. حتى الآن تجمد الولايات المتحدة هذا القرار، وهو ما دفع إيران في أولا إلى زيادة نشاطها بغية الحصول على هذه المليارات. 2، أن إيران تطلب بطبيعة الحال أن يكون لها مقعد في التسوية النهائية التي تجري، كما أشرت في سؤالك، تجري الآن مباحثات في باريس الآن ونحن نتحدث، تجري مباحثات في باريس حول صفقات جديدة لتبادل الأسرى ووقف الإطلاق النار، يمكن أن يتطور إلى وقف دائم وطويل. إيران تريد أن تكون جاهزة لما يسمى باليوم التالي، تعتبر نفسها قوة إقليمية كبيرة في المنطقة وأنها تؤثر بشكل كبير في مجريات هذه الأحداث، وتريد أن تحجز لنفسها مقعدا في هذه الـ3. أنها تعتقد، إيران تعتقد أنه ربما بالوصول إلى شهر نوفمبر ربما تتغير الإدارة الأمريكية ويعود الرئيس بايدن مرة أخرى، فيتشدد فيما يتعلق بمفاوضات الإيراني الخيار النووي الإيراني، وهي تريد أن تضغط الآن لتحرز من بايدن على اتفاق أفضل مما يمكن أن يتدحرج إليه الاتفاق عندما يصل ترامب مرة أخرى إلى السلطة. لهذا هي تصعد من عملياتها في المنطقة، لكن الأمر قد يتدحرج إلى مواجهة إقليمية أوسع، خاصة أنني يجب أن أذكر هنا بأن إسرائيل أعطت مهلة إلى نهاية شهر يناير الحالي الآن ليعود حزب الله إلى النقاط التي اتفق عليها في القرار الدولي 1701، أو أنها ستستخدم القوة لإزاحة حزب الله إلى ما خلف الليطاني. وبالتالي أنا أعتقد أنه الأمر الآن يتعلق بالإدارة الأمريكية لترفع مستوى ردها. هي بدأت بالاحتواء ثم تحولت إلى العقاب، الآن هي تدخل في العقاب الجسيم. إذا لم يحدث رد على العقاب الجسيم الذي قد تستخدمه ضد أدوات عديدة لإيران في المنطقة سواء من العراق أو سوريا أو الحوثيين، فإن الأمر قد يتدحرج إلى مواجهة إقليمية، ولدى أعتقد سيناريوهات لدى إسرائيل تحديدا هي التي تشجع بأن تدفع الأمور بهذا الاتجاه لتوجه ضربات قوية. هي تعتقد أنها يمكنها أن توجه ضربات قوية إلى المشروع النووي الإيراني، يعطله إن لم يكن يدمره فإنه يعطله لسنوات قادمة. يتوقف الأمر كثيرا على طبيعة الرد الذي ستوجهه الإدارة الأمريكية لأدوات إيران. أولا أعتقد أنها ستوجه ضربات قوية، عقاب جسيم لهذه الأدوات، على مع رسائل قوية للغاية إلى إيران علها ترتدع عن تصعيد مباشر، وإلا سوف ننتقل إلى بوادر مواجهة قد تتسع إقليمية.